كل عام وشعبنا الفلسطيني بألف خير، وإحنا بأسرة جامعة النجاح نتمنى النجاح إن شاء الله لأبنائنا اللي قدموا امتحان الثانوية العامة. واليوم بدأنا باستقبال طلبات، والحمد لله يعني إدارة الجامعة حاليا بتوفر كل الإمكانيات المتاحة لجعل عملية استقبال الطلبات عملية مريحة. وإحنا طبعا منرحب في أبنائنا الطلبة، ويعني من خلال الإجراءات في عنا دليل الطالب بنعطيه للطالب بعد ما يقدم طلب الالتحاق، وفي يعني بنطلب من أبنائنا المعنيين بالالتحاق بجامعة النجاح الاطلاع على دليل الطالب، لأنه من خلاله بيقدر يعرف كل البرامج المطروحة سواء لمرحلة البكالوريوس أو طبعا الماجستير وتعليمات منح درجة البكالوريوس. الحمد لله يعني أنا اليوم عملت جولة والوضع مريح، وزملائنا إن شاء الله بيستقبلوا الطلاب بطريقة تكون لائقة لهم، وإحنا على استعداد برضو للاستماع لأي ملاحظات بخصوص هذا الموضوع.